أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يذهب مع الأمراء يستشرفون أن يأتيهم مال من هذا الأمير على هيئة شرهة أو غيرها، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يعد هذا من الاستشراف؟ كذلك الإهداء للأمراء والكبرى من أجل أن يأتيه بهدية أكثر أو مال أكثر، فما حكم ذلك؟ سؤال الأمراء والولاة لا بأس فيه، حتى لو سألهم قال عطون ما في بأس، كيف إذا أعطوه بدون سؤال؟ نعم.